مسألة التقية. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عاصر فورة الحرب بين بني أمية وبني العباس. في تلك الفترة كانت الظروف إلى حد ما على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا أقول سهلة، إنما لم تكن بتلك الشدة، ولكن بمجرد أن استتب الحكم لبني العباس مارسوا أشد أنواع الضغوط على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، حتى أن أيام حكم المنصور الدوانيقي تعد من أصعب الفترات والظروف التي مر بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك حديث شريف مشهور عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. وهناك أحاديث شريفة أخرى أيضا تؤدي هذا المضمون. هذه الأحاديث الشريفة من جهة، من جهة ثانية نحن نرى أن العديد من العظماء من الفقهاء بل من الحواريين من أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تركوا التقية، ما عملوا بالتقية، ما استعملوا التقية. أبو ذر الغفاري لو كان يستعمل التقية كان يقتل، أقول يقتل، أبو ذر الغفاري قتل، نفيه إلى الربذة كان بمثابة قاتل تدريجي، واضح الشخص الذي ينفى إلى الربذة يموت. أبو ذر الغفاري لو كان يستعمل التقية كان ينفى إلى الربذة، كان يقتل، لا ما استعمل التقية. ميثم التمار ترك التقية، عمرو بن الحمق، رشيد الهجري، حجر، غيرهم لو كانوا يستعملون التقية ما كانوا يقتلون من قبل الطغاة الظلمة. هؤلاء خالفوا أوامر أهل البيت؟ حاشا، حاشا لأمثال هؤلاء أن يخالفوا أوامر أهل البيت، بل وردت أحاديث شريفة عديدة بل كثيرة تؤيد مواقف هؤلاء. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيدوا مواقف هؤلاء، لا أقول أيدوا، أكثر من ذلك شجعوا على هذه المواقف خلاف التقية.